استاذ عصام الاول مساء الخير ودايما يعني منورنا في 90 دقيقه الصراحه. شكرا يا استاذ احمد صديقي العزيز. يعني طبعا انت قلت حاجات مهمه جدا. انت قلت انت بتلعب دفاع لو كان معاك واحد زي محمد صلاح، صح كده؟ تمام تماني تمام. انت قلت قاره افريقيا هي المورد الاساسي للكره العالميه اللي هي التوب ليفل اللي منه البايرن، صح كده؟ تمام. اذا المشكله اتقسمها جزئين. الاهلي هو اقرب نموذج للمؤسسيه المحترفه، ومحدش يزعل بقى احنا بنتكلم على الكره المصريه مش حكايه انحيازات ولا يعني كمشجعين، تمام؟ يعني هو الاكثر جديه مع لاعبيه، هو اللي عنده التمرين مرتين في اليوم واكثر، يعني مثلا مع موسيماني او اي حد تاني بقى بدل الجهاز ما هو 5 في 24 وهكذا، صح كده؟ تمام مظبوط. كل الدفاعات اللي انت شفتها مبدئيا يعني هي نتاج انه الكره المصريه لا حاكم لها. الاهلي يجتهد وحيدا، الزمالك يحاول الاجتهاد وحيدا، وهكذا. يعني المسؤوليه هنا على مين؟ يعني حاكم لها زي مين؟ يعني ما انا جاي لحضرتك. انت اصلا اللعيب بتاعك حضرتك ما بيروحش النادي طول اليوم، واوعى حد يقول لك في اوروبا ده ما بيحصلش. شرقيه كانت ام غربيه، انديه توب ليفل ام درجه ثانيه. المدير الفني في كل العالم وعلى مسؤوليتي، ومش حاجات فرديه ومش خاصه بالخمسه الكبار دوريات ولا بانديه المقدمه، يجب ان يذهب للعمل السابعه صباحا زي كل العاملين. انا عامل دراسه بقالها سنتين حضرتك، تمام؟ ويقعد في مكتبه يخطط. اللاعبين اما ان يذهب للعمل يفطر في النادي او واخد تصريح، لان وجبه الفطار مقننه يا صديقي، فيفطر في بيته ويجي نفس الوجبه لان عنده ميزان. ما بين تدريب 3-4 مرات في اليوم، واقسم لك ان ده لا تنظير ولا حاجه، وده فايل معمول، بس انا مستني لما ان شاء الله يتم تسميه السيد رئيس الوزراء الجديد ان شاء الله، لازم نعمل اللي علينا كاعلام واقدم له الملف ده، مشارك فيه زملاء اقتصاديين ورياضيين وكذا. والباقي بقى ان انت كل ده هيولد عضلات اقوى، ده لسه بقى تحت في القطاعات، لان انت ما بتقدرش تعمل نفس النسب من التركيز. التركيز مش بس يعني انك انت تقدر تلعب 90 دقيقه بمقاييس افريقيه وبايرن يلعب 90 دقيقه بمقاييس المانيه، المقاييس واحده. والدليل ان محمد صلاح اللي حضرتك قلته لما خد الدوري مع الليفر قلع التيشيرت، بقى عنده 6 باكس وبقى عنده في كتافه عضلات، ولا احنا ما خدناش بالنا؟ صحيح. وهنشوف مصطفى محمد هيحصل معاه نفس القصه، وهنشوف كل اللعيبه اللي خرجت من مصر بنفس الطريقه. بس هنا في ناس ممكن تقول لك طيب يا كابتن عصام، حسين الشحات، شوف حسين الشحات اللي اتعود على اللعب الخليجي يلعب بمزاجه ترقيصه والثانيه والثالثه عشان هو اللي يجيب الجون ويجري للجمهور، وهو لما جه النادي الاهلي ما فيش عضله في جسمه زادت يا صديقي العزيز، ومع ذلك لسه بقول لك الاهلي هو الاكثر اهتمام. لكن ما فيش جاد فازر، اتحاد كوره بيفرض احتراف كامل يا عزيزي. وبالتالي الدوله المصريه في 2019 لما عملنا الكان عملت الموديل المحترف اللي يخلي الدوري بمليار، تذيع 90 دقيقه للناس وتبيع لقناه واحده بقى تعمل استوديو تحليلي وتعمل كذا وتروح اوضه اللبس وتروح وراهم البيت، لكن يبقى عندك فلوس كبيره، بس مش عشان ياخدها ناس مش محترفه، عشان ياخدها ناس الصناعه دي بالنسبه لها مكاسب وللناس متعه، لانها صناعه بهجه وصناعه امن قومي. انا بقى ما تقوليش ان ده كلام كبير، ده كلام مهم ان نرصده في واقعه زي دي، لانه ده الاهلي الاكثر قدره على انه كان يصمد كده، لكن احنا كنا عايزينه يلعب كده مش يصمد كده، تمام؟ بالزبط. وبالتالي كان الخطه اعتقد يعني عامله زي روايه شيء من الخوف، بتجيب ورا سنه قدام. طيب هنا السؤال، هل هو خطا لعيبه ولا خطا موسيماني؟ يعني اللعيبه بتنفذ خطه المدير الفني، هل المدير الفني هو اللي كان خايف زياده، ولا اللعيبه هي اللي ما ادتش بالطريقه اللي احنا كنا مستنيين؟ يا بيك، ما هو الراجل ده معارك جلته، بقول لحضرتك اسمها شيء من الخوف، كل ما تقول الفلاحين خايفين من عتريس،
لان يا سيدي الفاضل هو عارف انه ده اعلى كاتيجوري في افريقيا النادي الاهلي، لكن هو كمان عارف ان ده اعلى كاتيجوري في اوروبا، بيتمرن اكتر منه 4-5 ساعات في اليوم، اضربهم في الاسبوع في الشهر في السنه. اللعيبه عارفه انه هذا هو اقصى ما يمكن ان يقفز بجانب ليندوفسكي، وعارف انه ده اكتر ما يمكن انه يجري جنب ديفيز. كده هي الناس بتعرف نفسها في المواجهات اللي زي دي. نعم. اما المباريات الوديه فالدنيا بتبقى طراوه فيها شويه. حين فاز الاهلي على البايرن 2-1 وكانت لقاءات وديه في فتره اعداد يسمح بتكتيك وتجارب وكذا. صحيح. لكن ده نادي عنده ميزانيه جاي يلعب دوري علشان البونص بتاعه عشان يروح نمبر 1 ياخد 6 مليون طيب. دولار عشان عادل لعيب كذا وماذا، ده بينعكس على الاداء والتدريب. ومع هذا يظل الاهلي يغرد منفرد انه بيعمل حوالي 60% من اللي بقوله. طب بناء عليه يعني محتاجين ايه؟ عايز 1 2 3 يا فندم، محتاجين تصحيح وضع كره القدم. كل الاكاديميات للولاد على المشاع على رقيب ولا حسيب ولا برامج تدريبيه، وكل واحد يقول لك ابني اوديه يا عم يلعب، سواء في شريحه الملاهي الماليه 5 و6 آلاف او الناس اللي على باب الله 200 و300 جنيه عشان حلم لعب الكره. لا رقابه ولا احدث حاجه، مع ان مصر في نسختها مصر الجديده من 20 30 30 يونيو، واحنا عارفين ان بقينا في مصر الجديده كل حاجه فيها يا اخي بقت نسخه دوليه الا الكره. ومع ذلك انت اتكلمت عن اليد، ما تفتكر كويس انه اليد من بدري حسن مصطفى لما بدا ينظر للدوليه ويذهب معهم نفذ هنا ما فيش كذا وما فيش استغنى وفي احتراف، واللي في الجامعه مش محترف ربع محترف. وبعدين مين اللي جه لعب؟ 5 لاعبين مدورين في دوريات اوروبيه، صح ولا لا؟ صحيح. وبالتالي مصر بقى تصلح سوق للاحتراف يا سيدي الفاضل. اصلا ازاي انت الكواليتي بتاعك في المحترفين بيقعد بره؟ محدش راضي يرد عليا في السؤال ده. ازاي اللاعب المحترف في كل العالم يذهب ليلعب تاني يوم؟ مصطفى محمد اللي هو لا زال يعني غض صغير، اول ما فاتح تريم وهذا مدرب عظيم يشبه كده الجوهري بتاعنا رحمه الله، اول ما خده لعبه لانه جايب لعيب بضاعه دارسها على مدار 6 7 شهور على الاقل. انت يبقى عندك لعيبه محترفه ما بتلعبش. ثانيا هي مصر دي مش لازم اللعيب المحترف اللي هياخد دولارات، مش طبعا الكره لازم يصرف فيها، انا ما بقولش عشان كده، يعني لازم يكون لعب في بلده 20% على الاقل من مباريات منتخب شباب او اولمبيا او اول. يا عم انا ما بقولش اول بس، لانه احنا مش اقل من اوروبا اللي بتاخد 70% عشان تخشها لاعب 70% مع منتخب بلدك. صحيح. مصطفى محمد من الموسم الماضي وفاتح تريم عينه عليه، لكنه استنى لما بقى عنده عدد ماتشات يسمح له ان يشتريه دايركتلي. طيب هنا في سؤال مهم بقى، حسين الشحات وكهربا مصيرهم ايه؟ للاسف زي ما انت قلت، طبعا انا مش بقول ان هم يعني مارقين لان هو ده السيستم حضرتك، ما سيد عبد الحفيظ مشي دخل جوه، ما هو ده برضه، ما انا بقول لك المدير الفني في العالم بيروح الساعه كذا ومدير الفريق بيروح الساعه ماذا، ومعاه يعني 20 واحد مهمتهم ان اللعيب ده ما يقدرش يمشي غير في اتجاه الانبوب او التيوب اللي رايح على ممرات اللاعبين يا سيد الفاضل. طب هم هيلعبوا المباراه القادمه ولا لا امام بالميراس؟ والله 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 اقصى حاجه تتعمل انه الاهلي هيطالب بمسحه، لكن لانه كان فيه تحذيرات ورا تحذيرات انه محدش يخرج من الفقاعه او الكبسوله اللي طبقت في مصر بقى ولينا الشرف، هي دي ثاني مره على فكره، هذا اول مره كان مونديال كره اليد 27 في مصر، وبالتالي الناس عندها اجراءات واضحه. هم ذهبوا لما لقوا ابو تريكه في المدرجات حوالين الجمهور عايزين يعني يبقوا اكثر وفاء وكذا، يا سيدي كنت تكلمه في التليفون، كنت تكلمه زوم، ثم بعد انتهاء المباريات هيكون عندك او شاور له حتى يعني ممكن تمشي في انا بشكرك جدا كابتن عصام شلتوت على هذه المداخله القيمه الصراحه. وهنا احنا بنتكلم عن الاداء الجماعي في مصر، عندنا
شويه مشاكل فيه، يعني يمكن الهاندبول كان استثناء، انما بنشوف الفرق المصريه دايما او الالعاب المصريه بتتميز جدا بالفرديه. يعني شفنا بيجرامي قدر يحقق مستر اولمبيا، شفنا اكتر من لاعب في السكواش، لان لو قلنا الاسماء مش عايز ازعل حد، ده فوق ال 20 لاعب مصنف في مصر لاعب ولاعبه عشان لعبه فرديه. ايضا ميار شريف قدرت ان هي تصعد للدور الثاني من ادوار بطوله استراليا، ودي اول مره تحصل على فكره في تاريخ التنس المصري ان بطوله مهمه زي دي حد مصري يقدر ان هو يخش الدور الثاني اصلا. فهل احنا عندنا فكرة الألعاب الفردية عشان بنركز على نفسنا قوي، هو دي القناعة؟